الرئيس السيسي يؤكد لرئيس السنغال استعداد مصر لدعم الجهود الأفريقية لمكافحة الإرهاب. خلال تفقده عمل تطوير القوس الشمالي من الطريق الدائري، مدبولي يؤكد أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات الطرق بأعلى مستوى من الكفاءة. ووزير الخارجية يتوجه إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري العربي. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بكم، والبداية بملف العلاقات المصرية السنغالية في ضوء زيارة الرئيس السنغالي ماكي سال إلى القاهرة. زيارة تعكس استراتيجية العلاقات التاريخية والعريقة بين البلدين، تهدف لمزيد من التنسيق بشأن قضايا القارة السمراء. هذا الخبر والمزيد في سياق هذه النشرة. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزازه بما يجمع مصر والسنغال من روابط تاريخية ممتدة، وتطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة لهما وللقارة الأفريقية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي ماكي سال، أشار الرئيس السيسي إلى أنه بحث مع الرئيس السنغالي العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين. وفيما يتصل بمشاورتنا اليوم، فقد تناولت بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، وأكدنا عزمنا على دفع تلك العلاقات من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من تدشين مجلس رجال الأعمال المصري السنغالي. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن زيارة الرئيس السنغالي ماكي سال تأتي بالتزامن مع قرب تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي، حيث تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة على قرب توليه لتلك المسؤولية. كما أكد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل للرئيس السنغالي خلال فترة رئاسته للاتحاد، والثقة في قيادته الحكيمة للعمل الأفريقي المشترك ونجاحه في قيادة القارة خلال تلك المرحلة التي تشهد العديد من التحديات. تتزامن زيارة أخي الرئيس ماكي سال مع قرب تسلم سيادته رئاسة الاتحاد الإفريقي، وأود أن أتقدم لفخامته بالتهنئة على قرب توليه لتلك المسؤولية، والتأكيد على دعمنا الكامل لسيادته خلال فترة رئاسة الاتحاد، وثقتنا في قيادته الحكيمة للعمل الإفريقي المشترك ونجاحه في قيادة القارة خلال تلك المرحلة التي تشهد العديد من التحديات، وعلى رأسها تعزيز جهود احتواء تفشي فيروس كورونا والقضاء على خطر التطرف والإرهاب، إضافة إلى تفعيل التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تضافر الجهود القارية من أجل ضمان وصول اللقاحات إلى الدول الأفريقية كافة. وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية العمل على توطين صناعة اللقاحات بالقارة الأفريقية والحد من الآثار السلبية للجائحة، بما يمكن الدول الأفريقية من عودة النشاط الاقتصادي والتنموي. ولقد ناقشنا تأثير جائحة كورونا على القارة الأفريقية، حيث أكدنا على أهمية تضافر الجهود القارية من أجل ضمان نفاذ كافة الدول الأفريقية للقاحات والعمل على توطين صناعتها في القارة والحد من الآثار السلبية للجائحة، بما يمكن دولنا الأفريقية من عودة النشاط الاقتصادي والتنموي. كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تبادله وجهات النظر مع الرئيس السنغالي بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة. وأكد الرئيس السيسي على الاهتمام المصري بجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية، بما فيها منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، فضلا عن منطقة الساحل الأفريقي،
مؤكدا استعداد مصر لدعم الجهود الأفريقية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. كما تبادلنا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، حيث أكدت على الاهتمام المصري بجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القارة بما فيها منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، فضلا عن منطقة الساحل الإفريقي والتي تشهد تطورات وتحديات متشابكة نظرا للتفاقم وتمدد الجماعات الإرهابية. وأكدت على استعدادنا لدعم الجهود الإفريقية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال توفير برامج التأهيل وبناء القدرات عن طريق الأجهزة المصرية المتخصصة وكذلك مؤسساتها الدينية العريقة، وذلك لإعلاء قيم الإسلام الوسطي المعتدل الذي تنادي به مصر في سبيل القضاء على الإرهاب. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية التوصل لاتفاق قانوني وعادل ومتوازن وملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب ودون أي إجراءات منفردة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مباحثاته مع نظيره السنغالي ماكي سال تناولت رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامعا لشعوب دول حوض النيل. كما تناولت مباحثاتنا التطورات الخاصة بملف سد النهضة، واستعرضت مع فخامة الرئيس السنغالي رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامعا لشعوب دول حوض النيل، حيث أكدت على أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب ودون أي إجراءات منفردة. كان الرئيس السيسي قد عقد جلسة مباحثات منفردة مع رئيس السنغالي ماكي سال عقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين. ورحب الرئيس السيسي برئيس السنغالي بمصر معربا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك بين البلدين. وقد استقبل الرئيس السيسي بقصر الاتحادية الرئيس السنغالي ماكي سال، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامان الوطنيان. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس برئيس السنغال ضيفا كريما على مصر مثمنا سيادته العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. كما شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والآثار والثقافة والرياضة والإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة. وفي ختام المباحثات عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا، حيث أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة بين مصر والسنغال، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلا عن زيادة التشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. We'll be right back.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية. بداية ضيفي الكريم بعد التحية، كيف تابعت زيارة الرئيس السنغالي إلى مصر وأبرز الموضوعات التي تم طرحها ومناقشتها خلال تلك الزيارة؟ لا شك أن هذه الزيارة تكتسب أهمية بالغة مع قرب تولي السنغال لرئاسة الاتحاد الأفريقي، وأعتقد بالتالي هناك تحديات جسام ستواجه هذه فترة الرئاسة، سواء فيما يتعلق بقضايا أمنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، منها على سبيل المثال جائحة كورونا. هذه الزيارة يعني لا شك كان موضوع سد النهضة أحد الموضوعات الرئيسية في هذا الإطار، وأعتقد أن السنغال لديها تجربة ناجحة فيما يتعلق بالدول المتشاطئة على نهر دولي، ونجحت في التوصل إلى اتفاق يعني ما بينها وبين دول الجوار المشاركة معها في هذا النهر، في اتساق مع القوانين والاتفاقات الدولية، وأيضا فيما يتعلق بالمواثيق أيضا ذات الصلة. لا شك أن السنغال بهذه التجربة يعني من المؤكد أنها ستتجه نحو التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم منصف وعادل بالنسبة لموضوع سد النهضة فيما يتعلق بالملء والتشغيل اتساقا مع مصالح الأطراف الثلاثة، وخاصة مصر والسودان بما في ذلك أثيوبيا، باعتبار أن المصالح المشتركة في جميعها تلتقي نحو عملية التنمية بالنسبة للأطراف الثلاثة. لكن فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أنا أعتقد أن هناك طفرة في هذا الصدد، خاصة العلاقات بين البلدين في هذا المجال بتشمل العديد من الملفات التي فيها توافق في الرؤى وفي ما يمكن أن تتخذه من إجراء نحو تنامي العلاقات بينهما في هذا المجال، سواء كان ذلك في مجال مكافحة الإرهاب وخاصة أن السنغال في هذا الصدد لتسلك سبيل مكافحة الإرهاب من خلال الفكر، خلال الثقافة. وأعتقد أن في هذا الصدد هناك تعاون بين الجانبين، وهناك أيضا فيما يتعلق ما يدعم هذا الاتجاه والبعثات التي ترسل من السنغال إلى الأزهر، ثم أيضا العلاقات الثقافية فيما يتعلق بالآثار والحضارة وتنمية العلاقات في هذا الإطار. أما فيما يتعلق بالجانب السياسي، فأعتقد أن هناك توافق في الرأي في تناول القضايا الأمنية في القارة الأفريقية، وهي والتي سوف تكون محل اهتمام أثناء رئاسة السنغال، ولعل من أبرزها القضايا الخاصة بالأوضاع، تطورات الأوضاع في أثيوبيا وفي السودان وفي الصومال وفي منطقة شرق أفريقيا، وأيضا في منطقة الساحل المجاورة للسنغال والتي تشهد نشاطا إرهابيا كبيرا من جانب بعض المنظمات المتطرفة. أيضا هناك موضوع جائحة كورونا، وأعتقد أن هذا موضوع كان في غاية الأهمية وما زال، فيما يتعلق بمؤتمر المناخ الذي سيعقد في شرم الشيخ في عام 2022 هذا العام. نعم. وفيما يتعلق بتمويل عملية توفير اللقاحات، بل وصناعة اللقاحات وتوزيعها بشكل عاجل وبشكل عادل. وأعتقد أيضا موضوع المناخ سيرتبط أيضا بقضية المياه. نعم. لأن أحد داعيات قضية قضايا المناخ هي المياه، وبالتالي كان هناك اهتمام من جانب الجانبين في تناول هذا المؤتمر الهام الذي يعقد في القاهرة إن شاء الله. تمام، السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. We'll be right back.
من جانبه شدد رئيس السنغالي ماكي سال على أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع مصر. وأشار الرئيس السنغالي إلى العمل على تكثيف التعاون بين القاهرة وداكار من خلال توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة من بينها الطاقة والنقل والكهرباء. نحن اتفقنا حول موضوعات ذات اهتمام مشترك ثنائية ومتعددة الأطراف سويا. نود أن نعزز وننوع التعاون السنغالي المصري سواء على الصعيد الرسمي أو على صعيد قطاعاتنا الخاصة فيما يتعلق بالاتفاقات التي وقعتها الأطراف الوفدين التابعين لنا في إطار هذه الزيارة والتي تنص على الإعفاء من التأشيرة لحاملي أجوزات السفر الدبلوماسية وأجوزات السفر المهمة، وفي مجال الطاقة والكهرباء والرياضة والآثار والمتاحف. في إطار دعم آليات العمل الأفريقي المشترك لمجابهة التحديات المختلفة التي تواجه القارة الأفريقية، تشارك مصر سنويا في منتدى داكار الدولي حول السلم والأمن في أفريقيا، والذي أطلقه الرئيس السنغالي ماكي سال في 2014، حيث يبحث المنتدى سبل مكافحة ظاهرة الإرهاب بالقارة الأفريقية، فضلا عن تبادل وجهات النظر بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بقضايا السلم والأمن بالقارة الأفريقية. علاقات صداقة تاريخية تربط مصر والسنغال، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية السنغال فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها منذ عام 1960، الأمر الذي جعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز، وأسهمت في تعزيزها العلاقة القديمة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس سنغال. واستمراراً لعمق العلاقات بين البلدين وانفتاح مصر على أشقائها الأفارقة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل عام 2019 بزيارة لداكار، استقبله خلالها الرئيس ماكي سال، حيث أكد الرئيس السنغالي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة العمل في هذا الصدد على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، فضلاً عن الاستفادة من الإمكانيات المصرية وخبراتها وتجاربها الناجحة في مجالات تنمية البنية التحتية وتشييد المدن الجديدة وإنشاء مشروعات الكباري والطرق والطاقة والسياحة، وذلك في إطار دعم خطة السنغال البازغة للتنمية الاقتصادية. وإيماناً من مصر بالدور المهم الذي تطلع به السنغال على المستوى الإفريقي، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على استمرار التشاور السياسي مع السنغال بشأن مختلف ملفات السلم والأمن بالقارة، كما عبر الرئيس كذلك عن اعتزاز مصر بدورها في دعم جهود التنمية بالسنغال عبر تقديم برامج الدعم الفني وبناء القدرات لإعداد الكوادر السنغالية. وفي إطار تدعيم آليات العمل الإفريقي المشترك لمجابهة التحديات المختلفة التي تواجه القارة الإفريقية، تشارك مصر سنويا في منتدى داكار الدولي حول السلم والأمن بإفريقيا، والذي أطلقه الرئيس السنغالي ماكي سال في 2014، حيث يبحث المنتدى سبل مكافحة ظاهرة الإرهاب بالقارة الأفريقية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بقضايا السلم والأمن بالقارة الأفريقية. عمق العلاقات المصرية السنغالية تؤسس لبدء علاقات شراكة مهمة متميزة تنعكس آثارها إيجاباً على حركة التنمية بالبلدين وعلى قدرة القارة الأفريقية على مواجهة تحدياتها بنفسها. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قيام الدولة بتنفيذ العديد من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، تيسيراً على المواطنين في التنقلات ولمنع التكدسات وفتح محاور جديدة للتنمية. وخلال تفقده أعمال تطوير القوس الشمالي من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والممتد من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وحتى محور سعد الدين الشاذلي، أشار مدبولي إلى أهمية الاستمرار في الحفاظ على الكفاءة الفنية والإنشائية لهذه المشروعات وفقاً للتوجيهات الرئاسية، أخذاً في الاعتبار الأهمية القصوى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمناطق القاهرة الكبرى والمدن والتجمعات العمرانية في محيطها الجغرافي.
تابع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إطلاق التيار الكهربائي لبدء التشغيل التجريبي لمشروع القطار الكهربائي الخفيف، وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن وتتواكب مع عملية التنمية الضخمة التي تشهدها مصر حاليا. وخلال الجولة اطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لعمل تنفيذ المرحلة الثانية التي تمتد من بعد محطة الفنون والثقافة حتى المحطة المركزية التبادلية مع القطار السريع بطريق السخنة بطول 18.5 كيلومترا وتشمل 4 محطات. وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمني. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6612 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1202 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 6528 أرجيلة، إضافة إلى غلق 4919 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 52661 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 8522 قضية تموينية متنوعة، من بينها 171 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 1230 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 24 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 299450 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8327 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 1384 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 238607 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 32082 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3487 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 198 سائق منهم. كما تم المرور على 196 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 637 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية سائقين منهم. كما تم فحص 624 مركبة، تبين مخالفة 19 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 393 سيارة و32 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 17640 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة.
وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 419 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 79,870 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 63,954,933 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 225 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من بينها 110 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها عدد من الأجهزة الفنية المتنوعة، كما تم ضبط 115 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 2300 كتب تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 31 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 79,798,111 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,705 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 3,548,923,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 5,144,048 جنيها. قرر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين الإعلان عن تقديم طلبات تعيين دفعة 2021 للذكور والإناث لأول مرة في تاريخ المجلس. وصرح المستشار حسام الدين أن فتح باب التقدم للإناث من خريجي دفعة 2021 جاء تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس السيسي. كما أشار رئيس مجلس الدولة إلى أن الخريجات لهن فرصة متكافئة مع الخريجين والعبرة باستيفاء الشروط والأفضلية دائما للأعلى في التقدير. يشارك وزير الخارجية سامح شكري غدا في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجيات الدول العربية والذي تستضيفه دولة الكويت رئيسة الدورة الحالية رقم 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. تهدف مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع إلى مواصلة التشاور مع وزراء الخارجية العرب بشأن الملفات والقضايا العربية الراهنة وتنسيق المواقف بهدف دعم آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية. كما سيلتقي وزير الخارجية على هامش الزيارة بعدد من وزرائه العرب لبحث ملفات العلاقات الثنائية والتنسيق حيال القضايا محل الاهتمام المشترك. يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم إلى دولة الكويت للمشاركة بالاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب برئاسة دولة الكويت الرئيس الحالي لدورة مجلس جامعة الدول العربية. وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي إن هذا الاجتماع الوزاري هو اجتماع تشاوري غير رسمي لا تصدر عنه قرارات، بل سيناقش الموضوعات التي ترغب أي دولة في مناقشتها دون التقيد بجدول أعمال، وذلك في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين وزراء خارجية الدول العربية حول مختلف الموضوعات.
ترأست مصر أعمال لجنة المندوبين الدائمين لدى الاتحاد الأفريقي بوصفها نائبا لرئيس القمة الأفريقية، وذلك حتى اجتماعات الدورة الأربعين لأعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي والمقررة يومي الثاني والثالث من فبراير المقبل. وقال سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي السفير محمد جاد، قال إن لجنة المندوبين ستنظر في عدد من التقارير والوثائق بشأن أنشطة مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعلى رأسها التقرير الخاص بأنشطة الاتحاد لعام 2021 حول الثقافة والتراث والفنون. كما تمت دعوة الدول الأفريقية للمشاركة في فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير خلال العام الجاري وتضمينه ضمن الأنشطة الأفريقية المنتظرة في المجال الثقافي. أكد حاكم الزاملية النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي اعتماد الوثائق والسير الذاتية في اختيار المرشحين لرئاسة الجمهورية. وشدد الزاملي خلال اجتماع لتدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية على ضرورة اعتماد الوثائق والشهادات والسير الذاتية بكل مهنية وشفافية، وإبعاد أي نوع من أنواع الضغوط السياسية التي قد تمارس على الجهات المعنية لمنعها من أداء الواجبات المكلفة بها، مؤكدا أن الجميع وضع ثقته الكاملة بهذه الجهات بتطبيق المعايير المهنية على جميع المرشحين على حد سواء. وشهد الاجتماع مناقشة وتدقيق جميع ملفات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، والبالغ عددهم 26 مرشحا. واصل مجلس الوزراء اللبناني برئاسة نجيب ميقاتي عقد جلساته لليوم الخامس على التوالي لاستكمال دراسة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي. وأوضح وزير الإعلام عباس الحلبي عقب الاجتماع أنه تم تعليق المادة 13 من مشروع الموازنة والمتعلقة بطلب السلفة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان لمزيد من الدراسة. كما أن المجلس قرر تعليق البحث بالمادة 15 بناء على طلب وزير الشؤون الاجتماعية في انتظار تقديم اقتراح من قبله. وأكد الحلبي أن المجلس أضاف بعض المواد التي تزيد من موارد الدولة المالية دون أن تشكل في حال إقرارها إرهاقا للمواطنين. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إنه لا يرى سببا لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مايو المقبل. وشدد عون بعد اجتماعه مع مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان على أهمية المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه. قال المستشار النمساوي كارل نيهايمر إن بلاده ستبدأ في تخفيف القيود المتعلقة بكورونا في الخامس من فبراير المقبل، وذلك بعد انخفاض عدد من يدخلون المستشفيات جراء الإصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا. وأضاف نيهايمر أن بلاده ستمدد اعتبارا من ذلك التاريخ ساعة عمل المطاعم والمتاجر حتى منتصف الليل، وستسمح بأن يصل عدد المشاركين بالفعاليات إلى 50 بدلا من 25. واعتبارا من 12 من فبراير سيتم إلغاء القواعد التي تحظر دخول المتاجر لمن لم يتلق لقاحا مضادا لكورونا أو لم يتعافى من المرض. أعلنت السلطات الصحية بولاية فيكتوريا الأسترالية رصد عدد من حالات الإصابة بمتحور فرعي من سلالة أوميكرون والذي تم تسميته ابن أوميكرون. وأضافت السلطات الصحية أن ولاية فيكتوريا سجلت 12250 إصابة جديدة و31 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت أستراليا بأكملها أكثر من 39 ألف إصابة ونحو 100 حالة وفاة. يستمر احتجاج سائقي الشاحنات في كندا على قرار الحكومة بفرض إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا على كافة سائقي الشاحنات في البلاد.
وقد وصلت قافلة من سائقي الشاحنات إلى العاصمة الكندية أوتاوا للتظاهر، حيث تعامل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مع المجموعة باعتبارها طرفا صغيرا يحمل آراء غير مقبولة ولا تعكس غالبية الكنديين. وكان ترودو قد أعرب عن قلقه من تحول الاحتجاج إلى العنف. قالت حكومة نيوزيلندا إن رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن قررت عزل نفسها حتى يوم الثلاثاء بعد مخالطتها لمصاب بكورونا. وذكرت الحكومة النيوزيلندية أن المخالطة كانت يوم 22 من يناير خلال رحلة طيران إلى أوكلاند من بلدة كريكري، مضيفة أنه من المتوقع معرفة نتائج الفحوص غدا الأحد. وأشار البيان إلى أن أردرن لا تعاني من أي أعراض وأنها في حالة جيدة، وسيجري فحصها غدا الأحد وتخضع للعزل بموجب تعليمات وزارة الصحة. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها. استمرار الحشود الروسية على الحدود الأوكرانية، وواشنطن تنسق مع الحلفاء بأوروبا لخفض التصعيد. أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي ناتو والحلفاء الأوروبيين ينسقون بشكل وثيق لحث روسيا على خفض التصعيد واتباع مسار الدبلوماسية. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان بحثت مع مستشار الأمن القومي البريطاني ستيفن لوبوف بالعاصمة الأمريكية واشنطن الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية والجهود الدبلوماسية المستمرة في هذا الصدد. في غضون ذلك، بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيرته الفرنسية فلورنس بارلي خلال اتصال هاتفي استمرار الحاجة إلى تعزيز حلف شمال الأطلسي الناتو وسط أزمة أوكرانيا. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الجانبين تشاركا المخاوف بشأن التصعيد الروسي على الحدود الأوكرانية وفي بيلاروسيا، وأعربا عن دعمهما لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، كما ناقشا استمرار حاجة حلفاء الناتو لإظهار الوحدة وتعزيز الحلف في مواجهة العدوان الروسي المحتمل. من جانبها تواصل روسيا إرسال مركبات عسكرية إلى بيلاروسيا لإجراء مناورات تدريبية مشتركة، وذلك مع استمرار التوترات مع أوكرانيا، وبالإضافة إلى ما يقدر بنحو 100,000 جندي منتشرين بالقرب من أوكرانيا. قامت روسيا بنقل قوات من سيبيريا والشرق الأقصى لإجراء المناورات مع حليفتها بيلاروسيا، ويعزز هذا الانتشار الوجود العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا وسط مخاوف الغرب من هجوم محتمل. وذكرت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة أن نقل واشنطن للأسلحة إلى كييف يدفع السلطات الأوكرانية إلى هجوم عسكري ضد سكان دونباس. وأعلنت السفارة أن السلطات الأمريكية تعلن يوميا عن نشاطها لإيصال مئات الأطنان من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد شدد على أن روسيا لا تشكل أي تهديد لأي شخص. فشل البرلمان الإيطالي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية باليوم السادس على التوالي للتصويت، حيث لا تزال الأحزاب مختلفة حول المرشح المحتمل. يأتي هذا بينما طلبت الأحزاب الحاكمة من سيرجيو ماترالا الاستمرار رئيسا للبلاد لفترة ثانية بعد إخفائها بإيجاد مرشح توافقي خلال أسبوع من التصويت بالبرلمان. من جانبه يبدي رئيس الوزراء ماريو دراغي رغبته في تولي منصب الرئيس، لكن الأحزاب الكبرى ترفض حتى الآن طرح اسمه للتصويت لأسباب يرجع بعضها للخوف من أن يسبب تحول الأدوار المفاجئ انهيارا بالحكومة.
تسببت العاصفة الاستوائية آنا في أضرار كبيرة على 5 دول أفريقية، وذلك بعد أن تشكلت فوق المحيط الهندي قبل أن تتجه غربا نحو كل من مدغشقر وموزمبيق وملاوي وزامبيا وزيمبابوي. آثار وأضرار كبيرة خلفتها العاصفة الاستوائية آنا التي اجتاحت 5 بلدان في منطقة الجنوب الأفريقي. بدأت العاصفة الاستوائية التي تشكلت فوق المحيط الهندي بالتحرك غربا مرورا بشمال مدغشقر وعبرت إلى موزمبيق ووصلت بعد ذلك إلى ملاوي وزامبيا وزيمبابوي، ثم وصلت إلى اليابسة في الدول الخمسة. أدى مرور العاصفة آنا إلى هبوط أمطار غزيرة ورياح قوية تسببت في فيضان الأنهار والانهيارات الأرضية التي أسفرت عن مصرع وإصابة 10 أشخاص وأضرار واسعة النطاق في المنطقة الشمالية بأكملها من موزمبيق، كما تضررت العديد من البنى التحتية، وتسببت العاصفة في نزوح أكثر من 120,000 شخص عبر عدد من المقاطعات في موزمبيق. وشهدت مدغشقر ما لا يقل عن 50 حالة وفاة، كما أجبر 130,000 شخص على الفرار من منازلهم إلى ملاجئ مؤقتة. وفي ملاوي تضررت معظم البنى التحتية العامة بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والمنازل، وقد تسببت العاصفة في نزوح نحو 50,000 شخص بالإضافة إلى وقوع إصابات خطيرة. كما عانت البلاد من انقطاع التيار الكهربائي على المستوى الوطني، لتعلن حكومة ملاوي بعض المناطق مناطق كوارث ورفعت حالة الطوارئ في المنطقة المتضررة. وفي زيمبابوي وزامبيا شهدت الأجزاء الشرقية من كلا البلدين هطول أمطار غزيرة وفيضانات ورياح قوية من العاصفة الاستوائية آنا، ولكن ليس بأضرار جسيمة مقارنة بموزمبيق وملاوي. أعلنت السلطات بتايلاند أحد الشواطئ بشرق البلاد منطقة منكوبة إثر تلوثه جراء تسرب نفطي من خط أنابيب تحت الماء بخليج تايلاند. التسرب بدأ في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي وظل مستمرا إلى أن تمت السيطرة عليه بعد يوم واحد عقب تسرب ما يقدر 50,000 لتر من النفط بالمياه الواقعة على بعد 20 كيلومترا من الساحل الشرقي الصناعي للبلاد. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية البرشيا مركز دمياط ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا بعد التسجيل على موقع وتدليل جميع العقبات أمامهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. قافلة طبية النهاردة موجودة بقرية البرشية مركز فرسكور، وضمن مبادرة حياة كريمة اللي بتمثل فيها قوافل الجزء الصحي من المبادرة الرئاسية. قرية البرشية احنا كنا موجودين فيها من فترة قريبة، وبناء على البيانات اللي احنا طلعناها من القافلة اللي فاتت قدرنا نحدد احتياجات المواطنين من الناحية الصحية والخدمات اللي نقدر نوفرها لهم في القافلة. بشرح للمريض الاستخدام بتاع كل صنف لوحده، وبتاكد ان هو فاهم مين الاستخدام مظبوط بحيث ان ما يبقاش في اي مشاكل بعد كده في استخدام الدواء، واكون متاكد ان ما فيش اي تعارض ما بين الادويه اللي موجوده اللي مكتوبه على التذكره. القافله الطبيه بتقدم اكثر من 12 تخصص، بتقدم كمان خدمات الاشعه والتحاليل لخدمه التخصصات الموجوده. في عندي كمان الصيدليه فيها اكثر من 120 صنف. قريه البرشيه من القرى الكبيره في اداره فرسكور، وهي قريه حدوديه بيننا وبين اداره الزرقاء، والقافله بتخدم اكثر من مكان، بتخدم البرشيه وشرباص والنصريه وكرم ورزوق وال40. في جميع التخصصات هنا في القافله، تخصصات من عظام وتخصصات من بطنة وتخصصات من ضغط وسكر وتحليلات وأشعات وللحوامل، كل التخصصات موجودة في القافلة. الأطباء اللي موجودين الآن لأحسن أطباء وأحسن علاج ومقابلة حلوة وناشر كل هؤلاء. وفي محافظة أسوان تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ مشروعاتها بقرية الدكة،
وبلغت نسبة التنفيذ بمدرسة الدكة الإعدادية الجديدة 45%، كما بلغت نسبة التنفيذ بمدرسة التعليم الأساسي 40%، في حين وصلت نسبة التنفيذ في مجمع المصالح الحكومية إلى 50%. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن عام 2021 جاء في صدارة الأعوام من 2014 إلى 2021 في مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق بنسبة تبلغ 23.5%، وذلك مقارنة ب 22.9% عام 2020. جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز في إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة في عام 2021، لتسليط الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق. تتواصل فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. يأتي ذلك تحت شعار هوية مصر، الثقافة وسؤال المستقبل. يستمر المعرض حتى 7 فبراير المقبل، ويشهد عشرات الفعاليات الفنية والثقافية. مشاهدينا، للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر المعرض كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. يعني بعد التحية كريم، وفي اليوم الثالث ثالث أيام المعرض ضعنا في أجواء زواره وفعالياته. نعم، كما ذكرت نقدة، بالفعل هي فعاليات فنية وثقافية لا تتوقف في اليوم الثالث لمعرض الكتاب في نسخته 53. ربما الأهم والأبرز في هذه النسخة هو القسم أو الجناح الخاص بالأطفال، الذي يعني لاقى إقبالا كبيرا جدا من الجماهير، خصوصا لاحتوائه على جميع المعارف الخاصة بالأطفال من كتب مقروءة وكتب مسموعة، وأيضا فعاليات أيضا خاصة بالأطفال لتنمية المواهب مثل الرسم والكتابة وأيضا التلوين. لذلك ربما هو هذا المكان الأبرز في هذه النسخة، ولكن أيضا المميز في هذه النسخة هي العروض المختلفة للأجنحة المتنوعة المتواجدة داخل هذا المعرض بأساليب حديثة ومتطورة باستخدام الهولوجرام، وأيضا باستخدام نظارات الواقع الافتراضي التي يشارك فيها أيضا وكالة الفضاء المصرية. نعم، هنا كريم في معرض الكتاب، وأيضا يتفاعل معها جزء كبير من الجماهير. شكرا جزيلا. أهلا بكم من جديد. رفعت جمعية الهلال الأحمر المصري درجة الاستعداد القصوى بجميع فروعها المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من أجل مواجهة موجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد. ويعمل مركز العمليات على متابعة حالة الطقس وأنظمة الإنذار المبكر وإرسال إشارات التجهيز لفروع الهلال الأحمر المصري على مستوى الجمهورية التي تعمل بكامل طاقتها بالأحوال الجوية السيئة. ويأتي ذلك من خلال نشر الفرق المتخصصة في عمليات الإنقاذ والإخلاء وتقديم الإسعافات الأولية، بجانب الدعم اللوجستي وخطوط الإمداد من المخازن اللوجستية المنتشرة على مستوى الجمهورية. أما الآن فمع أخبار المال والأعمال. الجولة الاقتصادية وفاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا يوسف عبدين، شكرا رغدة أبو ليلى، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أعلنت وزارة الإسكان أنه جار تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لمشروع الأبراج بمنطقة مسبيرو، وأشارت الوزارة إلى أنه جار أيضا تنفيذ مشروع أبراج النيل مسبيرو والمقام على مساحة 19244 مترا مربعا، ويتكون من أبراج سكنية ومسطحات تجارية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضري وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي.
أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك نفذ 2000 مشروع صغير ومتوسط خلال شهر ديسمبر 2021 في مختلف محافظات الجمهورية بإجمالي قروض تصل إلى 400 مليون جنيه. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مشروعك ساهم في توفير 20,000 فرصة عمل للشباب، موجها القائمين على مشروعك بضرورة تكثيف حملات التوعية في المحافظات بالمميزات والتسهيلات التي يقدمها البرنامج لتشجيع الشباب على التقدم لتنفيذ مشروعات صغيرة، خاصة مع أهمية تبني هذه المشروعات التي تلبي احتياجات سوق العمل. نظم مركز ريادة الأعمال والابتكار بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية أول اجتماع للمجلس الاستشاري لمسارات الشركات الناشئة، يهدف اللقاء إلى تبادل الرؤى حول تصميم مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال والابتكار. بتنظيم من مركز ريادة الأعمال والابتكار بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عقد المجلس الاستشاري لمسارات الشركات الناشئة اجتماعهما الأول، والذي يهدف إلى تبادل الرؤى حول تصميم مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال والابتكار. رالي مصر ريادة الأعمال هو برنامج في ريادة الأعمال مدته 4 شهور، بيستهدف طلبة الجامعات المصرية وبيستهدف الشركات الناشئة القائمة بالفعل. النهارده احنا بنعلن عن برنامج اسمه رالي اكسلريت، ده بيستهدف الشركات الناشئه في قطاع التكنولوجيا الماليه، في القطاع الصحي، في قطاع اللوجستيات وسبلاي تشين، في قطاع السياحه. هي المسابقه بشكل عام ليها شقين، شق بيركز على طلبه الجامعات ودي بتهدف لزياده فكر رياده الاعمال في الشباب من هم في سن صغير، وده بيكون بس بنطلب منه فكره، مجرد فكره يكون قابله للتنفيذ في السوق. من ناحيه بقى شركات الناشئه طبعا هدفنا مختلف شويه، بناخد شركه تكون شغاله بقى لها فتره في السوق يبقى ليها تأثير علشان نشتغل معاها على ازاي تجذب الاستثمارات، ازاي تكبر الشركة، الجروث بتاع الشركة، ازاي تقدر تعمل تسويق وتزود عدد العملاء بتاعتها. المسابقة انطلقت في عام 2016 بالشراكة مع عدد من الجامعات بهدف نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال ودعم الموهوبين والمبتكرين من طلاب الجامعات، إلى جانب المساهمة في تحويل أفكارهم التجارية إلى شركات ناشئة على أرض الواقع. محتاجين طول الوقت مبادرات من هذا النوع عشان تجمع يعني نتيجة الجهود الكبيرة اللي بتبذلها جهات مختلفة الحقيقة، وتكون بتساعد رواد الأعمال ان هم يوصلوا للطريق بتاعهم وتساعدهم ان هم يقدروا يعني يوصلوا للنقطة التالية اللي هم بيشتغلوا عليها. تأتي هذه المسابقة في إطار جهود الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في نشر مفاهيم ومبادئ ريادة الأعمال، إلى جانب غرس ثقافة الإبداع والابتكار في طلابها وخريجيها بشكل خاص ورواد الأعمال بشكل عام، بهدف المساعدة على قيام شركاتهم الناشئة والتوجيه لتصبح كيانات قادرة على المنافسة والتواجد الفعلي في سوق العمل. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الأقصر لعام 2021-2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021-2022 ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030. وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن خطة المواطن تتبنى منهجية البرامج والأداء والتخطيط المبنية على الأدلة، وتقدم معلومات مفصلة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة. في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب عالميا إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع مع صعود الدولار وسط توقعات بأن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في مارس. على الصعيد المحلي تراجع الذهب بشدة مع تراجعه عالميا ليسجل عيار الذهب 18 حوالي 675 جنيه، أما عيار الذهب 21 فسجل حوالي 787 جنيه وهو الأكثر مبيعا، في حين سجل عيار الذهب 24 حوالي 900 جنيه، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 6296 جنيه.
إلى أسواق النفط العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات، وأدت الاضطرابات السياسية العالمية المستمرة إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت القياسي 77% لتبلغ نحو $90.03 للبرميل. زادت العقود الأجلة لخام الوسيط الأمريكي 24% لتسجل نحو $86.82 للبرميل. قفز معدل التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 5.8% في عام 2021، وهي أكبر زيادة منذ عام 1982. وفقاً لتقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية، ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة بنسبة 4.9%، وهي أسرع وتيرة منذ عام 1983. أدى التضخم المرتفع إلى قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإشارة إلى أنه يخطط لرفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام بدءا من شهر مارس في محاولة للسيطرة على الأسعار المتصاعدة. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لرغدة ويوسف لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة. انتهت أخبارنا، وبقي التذكير بأهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يؤكد لرئيس السنغال استعداد مصر لدعم الجهود الإفريقية لمكافحة الإرهاب. خلال تفقده أعمال تطوير القوس الشمالي من الطريق الدائري مدبولي، يؤكد أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات الطرق بأعلى مستوى من الكفاءة. وزير الخارجية يتوجه إلى الكويت للمشاركة بالاجتماع التشاوري العربي. نهاية النشرة قدمناها لحضراتكم من التلفزيون المصري. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.